كانت المجالس الأولى حول مفهوم السير إلى الله عز وجل، ثم تفاصيل السير إلى الله، إلى عقبات السير وكيف تقطع كل عقبة وكيف تجاهد نفسك في ذلك، والآن الحديث عن ثمرة قطع هذه العقبات، عن أثر المجاهدة للنفس على قلب الإنسان. أيها المريد، الموسم الثالث مع الحبيب علي الجفري على CBC في رمضان.